السلام عليكم أعزائي حبايبي، أتمنى لكم الصحة والعافية وكل عام وأنتم بألف خير وأسعد الله أيامكم. أنا من زمان يعني ما مسجل حلقة، يعني صار فترة طويلة من شغالي يعني شوية وأكو أمور صحية مريت بيها دامر بيها، فإن شاء الله يعني إذا صار مجال كل فترة أسولكم حلقة. اليوم نتناول بحلقتنا هذه عدة أمور يعني تخص النباتات. احنا نعرف احنا حاليا بداية فصل الربيع. فصل الربيع أعزائي حبايبي من الممكن زراعة أي بذور تخص جميع النباتات، فأنتوا حاب تستغلون هاي الفترة وتزرعون البذور، هي هاي فترة نبات البذور بالنسبة للوري الموسمي وبالنسبة للالة عباس أيضا، يعني هواي أمور. بالنسبة لنبات لالة عباس أو زهرة الساعة الرابعة، نبات معمر جدا مفيد ويزيد من خصوبة التربة، أزهاره جدا جميلة صفراء وحمراء وأصفر وبرتقالي وبرائحة طيبة يعني أثناء المساء. وبالإضافة إلى هذا النبات يعني حالة إذا تلف النبات الخارجي تبقى أكو درانات داخل أسفل التربة، هذه الدرانات من يجي الخريف أو يجي الربيع ترجع ينمو مرة ثانية. نبات جدا جميل، نبات يعني يتحمل الأجواء عندنا، بس بالصيف شوية يراد له يعني سقي ومدارة ويحب أشعة الشمس. على العموم أعزائي حبايبي، جميع النباتات المزهرة نعرف هذا الشيء ثابت، جميع النباتات المزهرة تحتاج إلى إضاءة أشعة الشمس من 3 ساعات إلى 4 ساعات يوميا. أكو نبات أعزائي حبايبي حاليا دي شفته بالأسواق منتشر جايبي ويستعملوه يعني حال نبات البامبو أو عصا موسى. هذا النبات أعزائي حبايبي هو من فصيلة الصفصاف، اسمه العلمي سايلكس، اسمه العلمي سايلكس، نبات جدا جميل. يعني نقدر نزرعه بالبتموس، تربة البتموس، بس يحتاج إلى رطوبة عالية وأشعة الشمس. من ممكن زراعته الداخل بالمنزل، يعني تخليه بأواني زجاجية يعني تهيئ الظروف نفس الظروف اللي يحتاجها نبات البامبو. جدا جميل، اكل ذهبي واكل اصفر وعدة انواع من عند الوان هذا النبات، تطلع منه اوراق خضراء ويزهر بعض يعني اوقات من السنه يزهر، وازهاره جميله وبرائحه طيبه. يعني اذا تسالون عن طريقة العناية به، نفس تفاصيل النبات البامبو أو عصا موسى، وسابقا أنا شرح لكم التفاصيل مالته. أهم فقرة أعزائي حبايبي يكون المي ما يعبر الأربع أصابع أو أكثر، 3 أصابع كلش كافي منطقة الجذور هذه، والمي ضروري جدا أن يكون ما يحتوي على مادة الكلور بالنسبة لهذا النبات. أعزائي حبايبي، الزراعة حاليا هسه كل شيء ترهم، بالنسبة للورد الجوري عندك المينا، هواية أمور تقدر تزرعها. راح أتكلم عن النباتات اللي ممكن زراعتها، وخاصة الأخوة والأخوات اللي مستجدين يعني ما عندهم ذيك الخبرة النباتات. من الممكن زراعته أعزائي المينا، نبات المينا جدا راقي، نبات تتحكم به وأزهاره جدا جميلة، ويتحمل ارتفاع درجات الحرارة العالية والسقي قليل، يعني مو يتحمل أيضا الجفاف. وبالإضافة إلى نبات الأجاف نص بيضات، نبات الأجاف هو الموطن الأصلي المكسيك، أيضا يتحمل درجات الحرارة العالية. أنا أقصد درجات الحرارة العالية أقصد يعني بالصيف من توصل درجة حرارة 50 أو أكثر من 50. فأعزائي مو المهم مكان عندك كبير أو صغير، حتى لو عندك بالكون
اذا يعني بالكون صغير او مساحه مثلا مترين، الشرط ان تجيه اشعه الشمس. تزرع عندك نبات من المينا والنبات الاعجاف، وعندك المتسلقات ايضا الخانمنه نبات جدا جميل وراح تعطي يعني عطر بالضبط يشبه عطر القداح مال البرتقال، والمتسلق الجميل والمقاوم لدرجات الحراره واللي دفعه سريع جدا هو ست الحسن. نبات ست الحسن نبات دب يعني جدا النمو ماله سريع اذا داريته ووفرت له الامور اللي يحتاجها. اكو مثلا عندنا النباتات الظليه، خلينا نسولف عن النباتات الظليه. النباتات الظليه اعزائي حبايبي بالنسبه للبلاب، الدفن باخيه، الكلاثيه، باقي الامور كلها اللي تخص النباتات الظليه. اعزائي حبايبي النباتات الظليه الشيء الاساسي بها، الشيء الاساسي وايد اخوه والاخوات يسالون يقول احنا نجيبها من المشتل نبات حلو مرتب وهذا، ورا يومين ثلاثه يبدي يتلف او يلمحال او اوراقه تساقط. اعزائي حبايبي احنا كل النباتات بالعراق، جميع النباتات بالعراق ما عدا النبوك والنخل، هاي النباتات جميعها هي اصلها استوائي واسيوي. النباتات الظليه اعزائي حبايبي اساسها تكون بالغابات، الغابات تكون اشجار عاليه جدا بارتفاع 30 متر او 40 متر. نتيجة تساقط الأوراق بمرور السنين بهذه المناطق الاستوائية وتلف بعض الحشرات والحيوانات، تكون طبقة أسفل هاي الأشجار اسمها الكومبوست. فالكومبوست هذه بهاي المنطقة الكومبوست اللي تحت الأشجار هذه الغابات الاستوائية تنمو هاي النباتات الظلية. فالمناخ اللي يحتاج النبات الظلي على العموم رطوبة جدا عالية، رطوبة جدا عالية، تربة تكون يعني خفيفة لأن جذورة ترفة ويريد مكان يعني مسامات سهلة، تربة سهلة يمد الجذور بها، اللي هي الكومبوست والبتموس. الرطوبة أعزائي حبايبي جدا ضرورة، قلنا ضرورية للنباتات الظلية. يعني انت شلون توفر للرطوبه؟ ابسط شيء المرشه هاي مع الحلاقين، ترش النبات دائما مرتين ثلاثه باليوم، بس السقي تكون حذر من عنده. السقي يجب ان تكون تربه يابسه يلا تعطي مي. واكو شغله كلش مهمه كثير من الاخوه والاخوات يعني يجهلوها، هي منطقه التصريف. منطقه التصريف بالسندان او بالعصيص يجب ان يكون انت من تسقي السندانه او العصيص بالمي تنتظر وقت تقريبا دقيقتين او ثلاث دقائق تشوف المياه الزايده تخرج من الاسفل. بحاله اذا ما خرجت المياه من الاسفل يعني زراعتك مو ناجحه، واذا خرجت هذه المياه يعني الزراعه ناجحه. نقول بحاله اذا تكدست المياه منطقه الجذور راح تتلف التربه تفقد خواصها ويتلف الجذر ايضا ويصير تعفن بالجذور، ولهذا تلاحظ ورا فتره الاوراق تبدي تصفر والنبات يذبل وما يعني ما تستفاد من عنده. فاعزائي حبايبي يكونوا حذرين من هاي الشغله، ان شاء الله بسيطه جدا ومو فد شيء مكلف يعني، بس يراد له متابعه بالنسبه للنباتات الطبيعيه. نجي نحكي على غير الامور. احنا اعزائي حبايبي مع الاسف يعني الاجواء عندنا المناخ اللي احنا نعرف النبات يريد اجواء نقيه وصافيه، احنا الاجواء مالتنا بالنسبه للنباتات الخارجيه اجواء مالتنا محمله بالاتربه ومتاكد عن كل زين. اذا يتم تحليل الهواء عندنا يكون نسبه اول اكسيد الكربون جدا عاليه، وهذا نتيجة احتراق المحركات والمولدات والماطورات والسيارات والمعامل الأخرى. بس يعني نقول واحد شو يسوي لازم يستمر، فاحنا لازم نلقينا فد حل لهاي الأمور. الفقرة المهمة أعزائي حبايبي كلش
حاليا اللي هواية يعني ناس